السلام عليكم وأهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي السوري نهاد سراج. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الشعر وما له من إيقاع جميل وعذوبة، آثرنا أن يكون له مكان جميل في حلقة هذا اليوم ووقفة مع الشعر. إذن مع النخلة في هجرتها الأخيرة، صمت المرافئ نامت فوقه السحب، رحماك يا نخلة قد شفها التعب، رحماك هذا أنا طفل وأغنيتي مدينة يشتهيها اللهو واللعب، كأنني في تخوم الحلم تعصرني بيد من اليأس ينمو فوقها الغضب، كأنني من صخور الوهم تنحتني ظمأ الشفاه قرابينا لمن رغب. أنا الطفولة والشطآن قافيتي، أنا البراءة والأحلام والكتب، أنا سنين من الأحزان قد عبرت قديسة الفكر في العينين ترتقب. أواه أواه يا أنت يا مزمار غربتنا، يا نخلة ينتحي في صمتها الرطب، هل تذكرين زمانا كنت أسكنه تلبد الوهم فيه وانتشى الكذب، هناك ألقيت دمعي ثم أسئلتي حيث الشوارع يبدي ضعفها الصخب، مآتم الوهن شدت فوق أرجلنا، رهبانها قتلوا وانهدت الحجب. يا أنت يا نخلة فاضت مدامعها، يا أنت يا نخلة فاضت مدامعها، لا تحزني فعروق الليل تلتهب، زرعت عمري قبورا ملؤها حزن وجئت أهتف للدنيا أنا الطرب.
أواه أواه يا غربة ثكلى ترافقني على جراحي نمى الزيتون والعنب تلك الأماني يمام هاهنا رسمت أحلام طفل وحيد هاله العجب إني كبرت وأحلامي هنا وئدت إني كبرت وأحلامي هنا وئدت رحماك رحماك يا نخلة كم جئت أنتحب. الكتاب هذا الجليس الطيب كانت له أيضا فقرة في حلقة هذا اليوم وفقرة هذا كتابي. أنا مرام رحمون كاتبة أردنية، لي إصداران. الإصدار الأول كتابي نرجس أزرق، وهو نصوص، كتاب يحتوي نصوص أدبية ابتعدت فيه عن التجنيس، مع أن أكثر النصوص فيه نصوص أدبية محمولة على القص، تحمل روح القصة، لكن أبيت ألا أجنسه كي أتحدث فيه ببوح ما يشبه البوح. بحت فيه عن مكنونات كثيرة بداخلي، وعادة ما يكون الكتاب الأول بوح داخلي. كتابي نرجس أزرق صدر من دار الخليج للطباعة والنشر، فيه نصوص كثيرة، أحدها قريب جدا إلى قلبي، أقول فيه: المرجو كان أخضرا كشال عروس مغربية، ألوانه أرسلتها السماء كقبلة للتراب، والجدول الرقراق كانت الحوريات ترقص عنده رقصة الفرح. الراعي الذي بات في العراء لمح حورية تغتسل فيه تحت ضوء القمر، كانت النجوم تجفف شعر الحورية الأشقر طويل، فانسابت منه شعرة رقيقة التقطها الراعي صباحا، قبلها وحملها معه لكفه القريب. سقطت الشعرة سهوا وارتوت بماء النهر المحمل بالحنين لأجساد الحوريات الغضة، فأغدق النهر عليها حبه وحنانه، ونبت منها حقل قصب. أخذ منه الراعي قصبة صغيرة وحولها لناي، ومن يومها فاضت كل النايات بألحان الشجن والحب والرحيل. لماذا نرجس أزرق؟ أنا أعشق الألوان، أعشق الطبيعة، وأعشق النرجس والياسمين، لذا رأيت أن يكون إصداري الأول يشبهني ويشبه ما أحبه، فكان نرجس أزرق. معرض مغربي يعود بنا إلى ميراث وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنك تراها ماثلة بين يديك. يعيد معرض ومتحف السيرة النبوية في المغرب إلى الأذهان صورة الحياة وميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرج بالزائرين على حقبة فجر الإسلام. أقيم المعرض برعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ورابطة علماء المغرب، ورابطة العالم الإسلامي، بمناسبة الاحتفال باختيار الرباط عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي في عام 2022. المعرض يضم نماذج مصغرة لمكة والمدينة المنورة، كما يعرض أنموذجا لأقدس موقع إسلامي وهي الكعبة التي تأخذ شكل المكعب
مع تمثال صغير لجمل يقف بجانبها، كما يضم المكان قاعة تحتوي على عناصر تصور غرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أثاث ومتعلقات بسيطة. يهدف المعرض إلى تعريف الزوار في كل الأعمار بتأريخ الإسلام المبكر ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المعرض يستخدم عدة أفلام ثلاثية الأبعاد لجذب الأطفال وتوضيح جوانب الحياة في عصر النبوة قبل أكثر من 14 قرناً. رسالة عظيمة جدا، وهي صلة هذا المجتمع أو صلة الناس في هذا العصر الحديث بتاريخنا السابق. رأينا وشهدنا تأثر الجمهور بما رأوا، تذكر الناس بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج كلنا من يعظنا ومن يعني ينقلنا إلى هذه المرحلة السابقة، فهذه الرسالة العظيمة التي كانت هدفا من هذا المعرض. كذلك تشمل العناصر المعروضة أنموذجاً للمنبر الذي استخدمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمخاطبة الحشود في المدينة. كذلك يضم المعرض موسوعات عن الإسلام بلغات عدة. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي السوري نهاد سراج، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك فناننا الجميل. أهلا نهاد بك سراج. أستاذ محمد، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة. نحن سعداء بأن نعمل جولة وتطواف في رحاب الفن التشكيلي وهذه اللوحات الجميلة التي تعرض الآن في الاستوديو، وهو من إبداعك. بداية قبل أن نتحدث عن اللوحات، حضرتك تعمل مدرساً لمادة الرسم للأطفال واليافعين. صحيح. ودي أن نسلط هذا الضوء، تعرف أهم يعني فئة في المجتمع هو الطفل، هذا الذي عندما ينمى بشكل صحيح أنت تنمي مجتمع كبير وتنمي صحيح. دولة متحضرة. كيف تتعاملون مع الأطفال في يعني ما هي آليات تعليم الأطفال واليافعين مبادئ الفن الرسم؟ في الحقيقة آليات تعليم الأطفال تأتي حسب الفئات العمرية. نعم. يعني أنا أتعامل مع فئات من الأطفال من العمر الثامنة حتى سن 15. تختلف الآليات من عمر لعمر. أحاول عزل الفئات العمرية. نعم. من سن الثامنة حتى العاشرة، ومن العاشرة حتى 15. نعم. يجب على ويجب على مدرس التربية الفنية في الرسم التفاعل مع الفئات العمرية الصغيرة. يعني يجب أن يكون الدرس تفاعلي، وليس كأنك تعطي مادة علمية دسمة تجعل الطفل ينفر من المادة التي تعطيه إياها. لذلك أبدأ في درسي بشكل تفاعلي، أبدأ بنشاطات تفاعلية، أعطيهم مثلا مسابقات للأطفال اللي يعني تعملهم. نعم. مسابقات. نعم، أعمل مسابقات كبداية. نعم. لكي يتحفز الأطفال. مسابقات حول الرسم أم مسابقات مفتوحة حول الرسم. يعني للتشجيع، لتشجيع الطفل على حب الشيء الذي يتعلمه. نعم. مثال أعطي، مثلا أنا أبدأ في رسم، في تعليم رسم الدوائر والخطوط، لأنه يجب على الفنان أو الطفل عندما يتعلم رسم يجب أن تكون يده سلسة في التعامل مع القلم. نعم. يجب أن يكون حاكم للقلم الذي يمسك به. لذلك أعطيه الأريحية في التعامل مع القلم. مثلا أعطيه مثال، يعني قلم رصاص أول مرة تبدأ أم بالألوان مباشرة مع الأطفال؟ أبدأ بقلم الرصاص. نعم. آليات طبعا كبداية تعليم الرسم تكون بالأقلام الرصاص.
أعطيه مثلا رسم الدوائر والخطوط. نعم. والخطوط متعرجة. أبدأ مثلا أعطي الطفل أو مجموعة الأطفال أطلب منهم رسم دائرة، ومن يرسم الدائرة بشكل صحيح متقن أرسم له مثلا عينه. نعم. فبذلك يعني هذه المكافأة التي تقدم للطفل عندما ينجز عمله بشكل صحيح. بالضبط. نعم. تكون هذه يعني مسابقة تحفيزية للطفل لكي يستمتع بما يفعل بما يتعلمه. عند انتهاء هذه الفعالية أبدأ بإعطائهم المادة بشكل علمي. نعم. كم تحتاج مرحلة حتى يتعلم الطفل بهذا العمر أنه مبادئ الرسم؟ مبادئ الأساسية. حسب كل طفل يعني أنا أتعامل مع الأطفال، ليس أنا أدرس مادة الرسم في مخيمات. نعم. ليس في معهد تعليمي. في المخيم يحتوي على العديد من الأطفال، منهم من يحب تعلم الرسم ومنهم لا يحبه أصلاً. نعم. لذلك أسألهم حسب كل طفل اهتماماته. إذا كان يحب تعلم الرسم فيكون تعليمه بشكل أسرع وأسلس. نعم. المخيمات، حضرتك تحدثت الآن عن المخيمات اللي هي انعكاس للحرب في سوريا وفي الساحة العربية، أنه تحولت هذه العوائل، هجرت من موطنها إلى مأوى جديد وهو المخيمات. يعني كيف توفرون لأطفال في ظل هذا الظرف القاسي جدا أدوات الرسم؟ أو ربما يقول لك أنه إحنا نحتاج إلى أولا الأمان، نحتاج إلى الطعام، ثم ننتقل إلى موضوع الرسم، وربما أنه هناك من يقول لك أنه هذه أمور ترفية. يعني ما الرسالة التي تريدون أن توصلوها وأنتم تعلمون أطفال المخيمات مادة الرسم؟ نحن في المهجر. نعم. تركنا سوريا وجئنا إلى بلد غريبة عنا، مختلفة عنا بكل المقاييس. نعم. الأطفال يحتاجون إلى العلم والتعلم، لذلك عندما أعيدنا أول يعني نعم نحن هجرنا من سوريا، فلذلك الأطفال الذين أتوا إلى تركيا. نعم. يحتاجون إلى من يدعمهم في هذه المجالات بسبب افتقار الشعب السوري موجود في تركيا إلى هذه الأمور. نعم. نحن نتعامل مع جمعية. هذه المخيمات في الأرض التركية أم في الأراضي التركية؟ نعم. الأراضي السورية؟ لا، في تركيا. في تركيا. نعم. نحن فريق قادة المستقبل. نعم. الكادر القائم على إنشاء هذه المخيمات، نتعامل مع جمعيات خيرية تقدم الدعم لنا. نعم. المادي واللوجستي يعني. فهي من تقدم هذا الدعم من تأمين أدوات رسم، من تأمين المكان، تأمين الطعام والشراب للأطفال في أسنان. طيب يعني دائما البيئة تنعكس على ذهنية وخيال الطفل. إذا كان عايش في حياة مترفة يرسم شجرة، يرسم بيت، يرسم دمية، يرسم نهر، شارع، سيارات، أضواء. في المخيم ماذا لمست على الأطفال؟ ماذا يرسمون بالغالب عندما تترك لهم حرية الاختيار؟ في المخيم بعد الانتهاء من فترة المخيم أو قبل الانتهاء بيوم واحد. نعم. يوجد مرحلة من أو هو الدرس الختامي للأطفال، أعطيهم إياه، يرسمون بحرية ما يحبون، ما يشعرون به. نعم. ما يشعرون به من أو ما تركه. طيب هذه يعني أنت تعطي الأطفال الحرية. أنا سؤالي أنه الغالب على الرسومات عندما يمتلك الطفل حرية أن يختار رسم معين، ما الرسم الأكثر اختيارا من قبل الأطفال؟ نحن نتعامل مع جيل حرب، لذلك نفسية الطفل متأثرة بشكل كبير على هذه على شخصه. فلذلك عندما يرسم الطفل غالبا تكون رسومه عشوائية، يوجد اختلاط في أفكارهم عندما يرسمون. نعم. أي فكرة على الورق. لمست كثير من المواهب التي تعاملت معها من الأطفال، يملكون القدرة على الرسم بشكل رائع جدا، ويعبرون عن أنفسهم بطريقة سلسة نعم جميل. إذا نتحدث عن
الإبداع الذي نراه الآن في داخل الاستوديو، يعني هناك لوحة تظهر فيها وأنت تمد يدك وكأنك سجين خلف قضبان، كأنك تريد أن يعني أن تنال شيئا بعيدا، كأن تكون الحرية أمنية بعيدة المنال أو هكذا تبدو الفكرة، وهي اللوحة أظن التي هنا. نعم لأن نفهم فكرة هذه اللوحة. أنا عشت في سوريا، تهجرت من وطني، عشت في ظروف قاسية جدا أثناء فترة الحرب. خرجت من سوريا ورجعت إلى مدينة اسطنبول، تركت خلفي قلبي وروحي، هناك أهلي ووطني وأحبائي وأصدقائي. ففي ظل بقائي في مدينة اسطنبول في السنوات الأولى كانت صعبة علي جدا، لذلك كنت أشعر بالعجز، أريد أن أصل إلى وطني، إلى أهلي، أن أعود إلى هذه الأراضي التي كنت عايش فيها. في ظل هذه السنوات كان يوجد القصف والحصار على مدينة حلب، والقصف كان قريب جدا من مكان سكن عائلتي وأصدقائي، فكنت أعيش في توتر دائم، كنت أعيش في توتر، يعني لا إذن هو نعم بحث عن وطن، بحث عن حرية، عن أمنية غائبة في ظل هذا الظرف الصعب. معذرة نكمل بعد الفاصل، معذرة تمام، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة، ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي السوري نهاد سراج. عودي لك أستاذ نهاد، تحدثنا قبل قليل قبل الفاصل عن هذه اللوحة التي أنت تمد يدك من خلف قضبان أنك تبحث عن أمنية، عن وطن، عن حرية. بدي أن هناك لوحة طبعا أخرى أعجبتني كثيرا، وهي هذه اللوحة التي أمامنا، يعني فيها حالة من الحميمية، يظهر فيها رجل مسن تحت نافذة وامرأة مسنة تطل من النافذة، وهناك تشابك بين الأيدي مع التفاصيل الأخرى التي تظهر الحياة الريفية البسيطة الهادئة. كيف جاءت هذه الفكرة؟ رغم كوني ابن مدينة لا أقطن بالريف يعني، لكن في داخلي حب شديد للأماكن الريفية البسيطة، أماكن يسودها الحب والمودة والطيب. نحن كنا في حلب، في كل سنة نذهب إلى ريف اللاذقية لإصطياف، فكنت يعني قضيت معظم طفولتي في هذه الأماكن مع خبز التنور، مع البساطة الريفية المحببة. كانت أيام لطيفة رائعة جدا، نقشت بذاكرتي وطبعت في قلبي إلى حد الآن. لذلك عندما جئت إلى هنا افتقدتها جدا، افتقدت جماعة الأهل، افتقدت جماعة الأحباء في هذه الأماكن. نعم. فالفنان يتأثر في هذه ال. طيب لماذا اخترت يعني لم تختر شبابا، اخترت مسنين في هذه اللوحة؟ طبعا هناك قصد من هذا الشيء. مسنين اخترتهم بسبب لأوصل رسالة. نعم. أنه لا زال في هذه الأماكن يوجد رغم كبر السن. نعم. بين الأزواج يوجد حب وألفة ومودة. جميل، واضح من خلال اللوحة الحميمية والألفة والانسجام يا رب العالمين، يقول في كتابه وجعلنا بينكم مودة ورحمة، لهذا الأمر. نعم. ويوجد هذه الحب والتألف بينهم. هناك لوحة أخرى تظهر، التي هي هذه اللوحة حقيقة مشهد يعني سيارة قديمة، وعلى ما أعتقد السيارة الفولكسواجن الألمانية القديمة، هذا الموديل القديم، وبجوار بيت قديم تحت نافذة ظلماء، والألوان القاتمة يعني تطغى على المشهد. هناك عبارة كتبت عدم الوقوف، أيضا انت حاولت أنه تخفيها، تحتاج إلى تركيز حتى تظهر وكأنها كتابة قديمة، مشهد يبعث على الحنين والحزن. هل هي يعني من نتاج الخيال أم هذه موجودة في
طبعا في احياء سوريا، صوره موجوده في احياء سوريا، صوره يعني تعبر عن حنين الماضي. نعم. حنين لهذه الأزقة التي كانت موجودة في مدينة حلب ومدينة العاصمة دمشق. في المعارض عندما أعرض هذه الأعمال أستمتع بردات فعل المتلقي عندما يراها، فأجد منهم من يتأثر ومنهم من تنزل دمعته عندما يراها. نعم. بسبب حنينه إذا إلى الماضي الذي كان يعيشه في وطنه. مؤكد أنه يعني هناك انعكاس على انعكاس الحرب والتدمير والتهجير والقتل والظلم الذي يعاني منه أهلنا في سوريا في هذا النظام المجرم الذي يتسلح ويستقوي بالأمم المارقة على شعبه وعلى أهلنا في سوريا. يعني كيف انعكس مشهد الحرب على تجربتك الفنية؟ مشهد الحرب كان قاسي جدا، أنا عشت ظروف قاسية جدا في الحرب السورية. خروجي من سوريا كان قاسي جدا، أنا تركت أهلي في ظل هذه الظروف، إلى الآن لم أراهم منذ 8 أو 9 سنوات، فهذا البعد مؤلم جدا بالنسبة لي كفنان. منذ متى هجرت من وطنك؟ منذ متى وأنت في تركيا؟ منذ 8 سنوات. فهذا المشهد أثر بشخصيتي كفنان كثيرا، لذلك بدأت في رسم هذه الأعمال، فانعكس على عملي الفني. نعم. الظروف التي عشتها في سوريا، لذلك كانت تجربة قاسية جدا. نعم. يعني هذه اللوحة مثلا التي أراها الآن هي انعكاس لهذا الشعور الذي تعيشه؟ أغلب أعمالي هي انعكاس عن الظروف التي. نعم. عشتها في سوريا. هذه اللوحة وهذه اللوحة أيضا، ويوجد أعمال أخرى كمان أيضا في المنزل. نعم. تعبر عن الظروف القاسية التي أنا عايشتها في سوريا. ما فكرة هذه اللوحة؟ هذه اللوحة هي تعبر عن عنوانها حيوانة الإنسان. حاولت إظهار الجانب الحيواني أو الوحشي من الإنسان على مر العصور. رجعت في الزمن إلى العصور الحجرية، مرورا بالقرون الوسطى إلى عصرنا هذا. إذا لاحظت يوجد صورة جندي. نعم. مخفية في الخلفية. نعم. تعبر عن هيمنة السلطة وعن طغيان السلطة الموجودة. يعني هذه فوق الدبابة وال. نعم. نعم. وتظهر صورة الدمار الحالي. الاحتراق والنيران. نعم. فاللوحة بشكل عام تعبر عن مدى وحشية الإنسان التي لم يتخلص منها إلى حد الآن، ولن يتخلص منها باعتقادي. نعم. رسالة قيمة. حضرتك عشت في تركيا قلت منذ 8 سنوات. نعم. 8 سنوات وشاركت في معارض الفن التشكيلي كثيرة. يعني ودي أيضا سلط الضوء على هذا الجانب، كيف انعكست الحياة في اسطنبول والمشاركة في المعارض الفنية على إبداعك؟ أنا منذ قدومي إلى اسطنبول فنيا لم أكن بهذه الخبرة، لم أكن موهبتي لم تكن مصقولة بالحد الكافي. نعم. أنا أخذت الفن عن جدي وراثة، وعن خالي أيضا وراثة أيضا. فعندما جئت إلى اسطنبول تعرفت على فنانين كثر، انتسبت إلى جمعية تشمل الفنون التشكيلية، عن طريقها بدأت في المشاركة في معارض. نعم. دولية، وشاركت أيضا في معارض دولية أخرى خارج جمعية شام. فهذه التجربة أغنتني فنيا كثيرا وسقطت موهبتي. أنا اشتغلت على نفسي بالناحية الفنية. نعم. إلى حد الوصول إلى هذا الحد من يعني جميل. ألاحظ على أو أي متابع لي يعني رسوماتك أنه اللون البرونزي أو الألوان القاتمة طاغية على المشهد. اللون الأسود، أنا أعشق اللون الأسود. نعم. أو البرونزي.
ممكن أن يعبر هذا اللون عن مدى يعني الألم الذي في داخلي. نعم نعم، يعني وليس بالضرورة اللون الأسود، يعني لا شك هو انعكاس لحالة الظلمة، لكن أحيانا يعطي جمالية وهيبة. أنا في طبيعتي أحب اللون الأسود. نعم. بشدة يعني. لكن هو في غالب الأحيان عندما يستعمله أي فنان، هو اللون الأسود بشكل عام عند الفنانين محرم. نعم. نعم. يجب عدم استخدامه. وليس اللون الأسود فقط، أنا لاحظ الألوان القادمة خاصة اللوحات الأخرى، يعني اللون البرونزي أو اللون الألوان القاتمة يعني. للألوان دلالتها يعني. نعم. مثلا اللون الأحمر يعبر عن الدم والقتل. كل لون له تأثيره على شخصية أو نفسية الإنسان أو المتلقي عندما يرسمه الفنان. نعم. يعني تشعر حضرتك أكيد هناك مجموعة من الفنانين التشكيليين هم يشاركونك هذا الهم وهذا الحزن، يعني سواء من سوريا وسواء من الوطن العربي ككل، لا سيما الدول التي تعاني من قهر واحتلال وظلم، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا. نعم. لبنان، هذه كل الدول الآن المحترقة، وحتى الدول العربية الأخرى التي يعني تشهد استقرار يعني غير يعني غير مطمئن. نعم. يعني تعتقد الرسالة التي تحملونها أنتم من خلال الفن التشكيلي تصل أو وصلت إلى المجتمع الدولي؟ لا، لحد الآن لم تصل. نحن نرسم على يعني على الصعيد المحلي فقط. نعم. لا تصل أعمال إلى الصعيد الدولي. إن شاء الله تصل رسالة، يعني نحاول ونحاول ونحاول ونصر إن شاء الله حتى شاء الله. تنهض هذه الأمة وتتحرر من هذا الظلم. شكرا لك الفنان التشكيلي السوري نهاد سراج على هذا الحديث الشيق. شكرا لكم على هذه الضيافة الكريمة، وسعدت جدا بهذا اللقاء. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في بضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.